اوكي، اهلا وسهلا فيكم بهيدي الجلسه جميعا. اهلا وسهلا فيكم بهيدي الجلسه، معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهريه، استاذ عبد الرحيم. عبد الرحيم، اوكي عظيم، ان شاء الله هلا الصوت مسموع وتمام. اوكي، اهلا وسهلا فيكم بهيدي الجلسه. رح نكون عم نمر ب او نتكلم على العرض والطلب، سبلاي اند ديماند، ورح نرجع نطبق اذا بدكم هذه النظريه، خلينا نسميها، ونقدر نشوف كيفيه استعمال العرض والطلب كاستراتيجيه تداول، ان كان مع المضاربين او ايضا خلينا نقول مع المستثمرين بشكل او اخر. ببساطة بهذه الجلسة بدي مر على كل الأمور اللي ممكن تكون عم بتضوي على الأمور اللي تابعة وإلها علاقة بالعرض والطلب، وأيضا نستعمل بعض المؤشرات. هلا كثير من الأشخاص حاضرين أو سامعين أو متابعين كثير من المحللين التقنيين اللي أصلا تكلموا عن العرض والطلب أو السبلاي والديماند بأسواق المال أو بسوق الفوركس بشكل عام. طبعا قبل ما ابتدي هذه المحاضرة بدي أحذركم إنه كل الأمور اللي بنتكلم عليها بهذه المحاضرة ما إلها علاقة باي مركز او صفقات ممكن تكونوا عم تفتحوها من خلال هذه، او اذا بدكم من طبعا هذه الجلسه. يعني بدي احذركم من المخاطر الموجوده عندنا باسواق المال او سوق الفوركس بشكل عام. خلينا نبتدي، اذا ممكن بس حدا يقول لي اذا الصوت اصبح واضح والصوره طبعا واضحه كرمال نبتدي. اوكي عظيم عظيم. لكن في البدايه بدي اتكلم عن سبلاي ديماند. سبلاي ديماند هو شيء مهم جدا باسواق المال. في البداية أو إذا بنرجع بالتاريخ لورا، بنعرف إنه سوق المال وسوق الفوركس كان عنده إذا بدكم حجم تداول صغير، كان عندنا عدد متداولين أو عدد إذا بدكم أشخاص بيدخلوا أو بيستثمروا بسوق الفوركس أقل بكثير من العدد اللي موجود بوقتنا الحالي. طبعا لأنه أصبح سوق الفوركس أو أصبحت العملات والمعادن والسلع وأيضا الشركات المالية الامتداد تبعها عبر العالم اصبح اذا بدكم سهل على انه المستثمر او المضارب ولو حتى عنده راس مال صغير يقدر يتداول بسوق الفوركس. هذا الشيء خلى اسواق الماليه اذا بدكم تكون عم تستقبل مستثمرين ومضاربين جدد لاسواق المال ولو حتى ب 100 دولار، صح ولا لا؟ طبعا هلا بالنسبه لنا اهم شيء انه بتاخدي عن السبلاي والديماند ونشوف كيف التحركات ونرجع نوصل السبلاي والديماند او النظريه اللي عم بتكلم عليها الى اذا بتكون سوق الفوركس او اسواق المال. في الاول هون طبعا الديماند او الطلب خلينا نسميه على particular good او consumers الى اخره are willing and able to buy. شو يعني؟ يعني عم نتكلم نحن شيء او خلينا نقول الطلب، عم بيقولوا لي هون الديماند او الطلب هو لما الشخص يكون ناوي انه يشتري سلعه او عمله معينه خلينا نطبقها على سوق الفوركس، اوكي، وقادر هي از ايبل تو باي، يعني هو قادر انه يشتريها. طبعا هيدي بالنسبه لي هون بكون الطلب موجود، تمام، و على السوق هو لما يدخل بصفقه شراء اما بيع. هيدي بالنسبه لنا. هلا رح نتكلم شوي صغيره عن السبلاي والديماند ونطبقها على سوق الفوركس وايضا على الشموع اليابانيه، وبنشوف سويا انا وياكم كيف ممكن نقدر نستفيد من هذه التقلبات ونحدد مناطق العرض والطلب، وخلينا نسميها استراتيجيه تداول معينه. اوكي، السبلاي اند ديماند، خلينا نرجع لو اوف ديماند، او هذا اذا بدكم قانون الطلب خلينا نسميه. When prices goes up، لما السعر يرتفع عم نحكي demands goes down. يعني عم نحكي لما السعر يرتفع، هلا اذا بسال حيالله مستثمر او مضارب انت وين بتحب تشتري على اي سعر؟ بقول لي طبعا على اوطى سعر. وين بتحب تبيع؟ بقول لي بحب بيع على اعلى سعر. بهذه استراتيجيه التداول او بهذه اذا بتكون الفكره فقط، بكون انا عم بتداول او عم بستثمر. لما اشتري انا السلعه او العمله المعينه على مستوى اذا بدكم متدني او على سعر واطي وبيعه على سعر عالي. هلا لو اوف ديماند او قانون الطلب اذا بدكم العرض والطلب بيقول لي انه الطلب بيزيد لما السعر ينزل، والطلب بيخف او بيقل لما السعر يرتفع، وهذا شيء طبيعي بالنسبه لسيكولوجيه التداول عند المستثمر او سيكولوجيه حتى الانسان طبعا. فهذا بالنسبه للو اوف ديماند. ديماند كيرف اللي هي ما بدنا نفوت بتفاصيل كثير اذا بدكم رياضيات، ولكن السبلاي كيرف بتقول انه كل ما يرتفع السعر كل ما الديماند او كل ما الطلب يخف على السلعه او العمله المعينه. When income goes up، لما الدخل او المدفوع عند الشخص، بهذه الحاله بكون الكونسيومر او الاشخاص او المستثمرين مستعدين انه يشتروا بشكل اكبر. تمام، بهذه الحاله هون شو بنرجع نقول؟ بنقول انه كل ما الواحد يزيد مدخوله خلال الشهر خلينا نقول بيقدر يشتري اكثر.
تمام؟ بكل بساطة لما الواحد يقول انه انا والله عايش بي على سبيل المثال $500 $500 بالشهر، وبقدر اعيش واكل واشرب واظهر انا وعائلتي ب $500، تمام؟ خلينا ناخذ مثل على سبيل المثال. اذا في حال انت صرت تقبض $1000 فورا مصاريفك رح تزيد، فورا الامور اللي انت كنت رح تشتريها، تمام؟ رح تصير تشتري اذا بدك اصناف افضل منها، ممكن ممكن، يعني اذا انا كنت اشتري على سبيل المثال خلينا نقول ما بعرف شو بدي اعطيكم مثل، خلينا نقول شوكولات، تمام؟ اذا كنت اشتري تبع الشوكولات اللي سعره الى اخره معين، هلا مضطر اني اشتري الامور الاغلى، كل شيء بيزيد مع الانكم او مع المدخول لما يزيد طبعا، والعكس صحيح لما المدخول بيقل طبعا الكونسيومر اقل، فهون الطلب بيزيد وبينقص اكوردنجلي او حسب المدخول ايضا. او سبستيوشن، خلينا نطبقها على سوق الفوركس لنشوف انا وياكم كيف ممكن نكون عم نستفيد من هذا الموضوع. سوق الفوركس بشكل عام ايضا عمله معينه او سلعه معينه عندها طلب، تمام؟ هلا كثير من الاشخاص بيقولوا لي طب كيف السوق بعده عم يشتغل بعرض وطلب وحجم التداول ضخم او الفوليوم خلينا نقول زاد بالمستثمرين والمضاربين؟ فممكن يكون عندي اذا بدكم تحركات تلقب بالماشين تريدنج سيستم، او ممكن بمكانات، او ممكن الاسعار بتتحرك لحالها، ممكن هذه الافكار طبعا نكون عم نسمعها، ولكن نحن اللي علينا نعمله انه نحدد مناطق شراء وبيع اللي هي ممكن نشهد ارتدادات للسوق منها ولو حتى مرة او اثنين. يعني اذا في حال انا قلت لك السعر المتوسط لهذا القلم، القلم اللي ماسكه بايدي هلا، السعر المتوسط على سبيل المثال هو دولار واحد، طب اذا هذا سعر القلم نزل للنص دولار طبعا راح يكون في عندي طلب، ما في شك انه ممكن ينزل لاقل من نص دولار، ولكن على النص دولار ممكن يكون سعر مغري للشراء، تمام؟ ونفس الشيء العملة اللي بدي اجرب اوضح لكم اياه، انه كرمال لما نكون دقيقين بشكل اذا بدكم دقيق جدا على اسواق المال او على سوق الفوركس بشكل عام، كثير من الاشخاص بيستعملوا خطوط الدعم والمقاومه. على سبيل المثال خطوط الدعم والمقاومه، هذا زوج اليورو يان. ليش اخذت اليورو يان؟ لانه زوج اليورو يان هو من الازواج والعملات الرئيسيه اللي نحن عندنا صفقات بيع فيها ربحانين فيها $307، وكل الاشخاص اللي بتابعوني بشكل يومي بيعرفوا انه اليورو ين دخلنا فيها بمركز بيع على مستوى 125.50 اللي هي تقريبا على القمة، بغض النظر عن المستويات او استراتيجيات التداول اللي استعملناها اللي هي اليوت ويف، موجات اليوت وفيبوناتشي، ودمجناها مع بعضها البعض، ولكن انا اليوم بدي اجيكم باستراتيجيه العرض والطلب وافسركم كيف ممكن يكون عندي اذا بدكم بعض استراتيجيات التداول من العرض والطلب. اولا العرض والطلب بده يكون مش بالخطوط، ولو حتى عندنا خطوط دعم ومقاومه بهذا الشكل على سبيل المثال، او خطوط دعم ومقاومه بشكل اخر اللي هو على هذا الشكل، خطوط الدعم والمقاومه ممكن ترسمها باي شكل كان، ولكن لتكون صحيحه بدك تعطيها مجال. اولا بدنا نلغي خطوط الدعم والمقاومه، بدنا نلغي الهوريزونتال الخطوط الافقيه وحتى الميلي، بدنا ننتقل للشيبس. على يسار التداول، على يسار منصة التداول عندي شيء اضغط insert shapes ellipse اخر واحدة، راح اتركها امامكم كرمال تشوفوا بالضبط وتكون واضحة الصورة، تمام؟ عم تسمعوا الصوت واضح، الامور كله تمام. استاذ رفيق اهلا وسهلا فيك بهذه الجلسة، استاذ عبد الرحيم اوكي عظيم، اهم شيء طبعا تكون كل الامور واضحة والصوت واضح والصورة واضحة، هذا اهم شيء. اوكي اذا بنضغط على insert shapes ellipse وبنضغط على اخر قاع تم تسجيله عندي من قبل يورو ين، وبدنا نرتفع من هذا القاع، بنضلنا ضاغطين بنرتفع لتقريبا نقدر نوصل القاعان مع بعضها البعض، هذا شيء بسيط، تمام؟ اللي عم تقدروا تلاحظوه اذا بدي ارسم خط ميل على ارتفاع راح يكون كثير رفيع لدرجه انه ما نتكل عليه بنقاط دخول ونقاط خروج، وانما بهذا الشكل وبالشيبس انا بقدر اتحكم بالمسافه اوكي او بحجم هذه المنطقه اللي هي تلقب بمنطقه العرض والطلب او بمنطقه الدعم والمقاومه. بهذه الشكل بقدر اوسع هذه المنطقه، كبر الحجم، تمام؟ كبر الحجم وشوفوا شو صار عندي هون، اصبح عندي رسم بياني كثير واضح لليورو ين.
عم بيسجل لك عن اعلى من بعض البعض، عم بيرتفع السوق بيسجل لك عن اعلى من بعض البعض، عم بيتلامس او عم بيرجع يرتد لهذه المنطقه اللي حددناها يرتفع منه. فور اختراق هذه المنطقه اصبح عندي شيء اسمه اعاده امتحان، وفورا انخفض السوق وقدرنا نستفيد من مراكز البيع من نقطه اعاده الامتحان، لانه تم اختراق مستوى مهم جدا. هذا المستوى اللي حددناه نحن بهذا الشيب او بهذا النمط هو مستوى، او اذا بدكم خلينا نسميه اكثر من مستوى، لانه المستوى اذا بدكم يعني كلمه مستوى ممكن نحددها بخط ميل على ارتفاع وتكون نقطه معينه. انا ما بدي اتكلم بنقطه معينه، بدي توسعوا الفكره شوي اكثر لتقدروا تستفيدوا من سوق الفوركس وتقدروا تستفيدوا من اسواق المال. ما بدكم تكونوا دقيقين، وخاصه في هذه السنه سنه 2019 هي سنه التقلبات، سنه الفولاتيليتي. فبهذه الحالة رح نقدر نوسع خطوط الدعم والمقاومة إلى مستويات أو إلى مناطق ممكن تكون مناطق مغرية للشراء أو للبيع، وتكون مناطق عرض وطلب. رح أعطيكم أمثلة عدة، ولكن هذا أول مثل أنا برأيي مهم جدا. شفنا السوق ارتفع، ارتد إلى هذه المنطقة، ارتفع، ما بدي يكون دقيق. إذا في حال بدي أدخل مراكز شراء أول ما يرتد السوق، ما راح أدخل مراكز شراء أول ما يلمس هذه المنطقة، راح أعطيه مجال أنه يدخل داخل هذه المنطقة، ومن ثم نقدر نرتفع عن جديد، تمام؟ ونرجع نخفض. فور اختراق هذه المنطقة راح نرجع ننتظر إعادة امتحان لها، طبعاً المنطقة نفسها ومراكز بيع. يعني عم جرب أوصلكم إيه؟ انه انا كثير حابب انه انتم تنقلوا، انه تنقلوا التجربه من تجربه خطوط دعم ومقاومه الى تجربه مناطق دعم ومقاومه اللي هي بنسميها مناطق عرض وطلب. خليني اعطيكم امثله ثانيه. اسعار الذهب على سبيل المثال، اسعار الذهب ايضا ممكن تكون جدا، او خلينا نقول مثل مهم جدا. انسرت شيب، وهلا طبعا انتظروا استراتيجيه التداول، هم عم بتكلم بعد على استراتيجيه، ابتديت اتكلم شوي صغيره عن مناطق العرض والطلب من مناطق الدعم والمقاومه، تمام؟ ولكن استراتيجيه التداول بعد ما وصلت واصلكم. شيبس انسرت شيبس اليبس، بهذه الحاله بنشهد او بنشوف اذا بدكم هذه المستويات، بنوسع المنطقه. هذه المنطقه ما في شك انه هي منطقه طلب، كل ما ينخفض الذهب او سعر الذهب الى هذه المستويات عم بتكون منطقه طلب للسوق يرجع يرتد منها بالاتجاه الصاعد. هلا انا كمستثمر او كمضارب ممكن اكون اذكى من السوق وام هذه المنطقه، لانه فور اختراق هذه المنطقه اللي هي تلقب بمنطقه الدعم او منطقه الطلب، فورا راح يكون عندي سبلاي زياده عن زوم او عرض زياده عن زوم، وبهذه الحاله راح ابتدي باتجاه عام هابط. هذه ممكن تكون فكره من الافكار اللي حاب اعرض عليكم، انه انت تنتظر اختراق لمنطقه العرض او الطلب، اوكي، كرمال تقدر تدخل بمراكز شراء اما بيع. هلا اذا في حال بدي اوصل انا قمه، على سبيل المثال قمم مع بعضها البعض بخط ميل على انخفاض، ممكن تكون دقيقه جدا، وانا انتظر كمضارب، بعرف كثير من المضاربين بينتظروا انه السوق يلمس خط الميل على انخفاض او الخط المقاوم، واول ما يخترق خط قوله تم اختراق مستوى مهم جدا، لا اظن انه ممكن السوق يرجع يرتد الاتجاه الهابط، تمام؟ ممكن تقولوا اصبح عندي انه تم اختراق خط المقاومه، وممكن السوق يرجع يرتد ويتجه بالاتجاه المعاكس او الاتجاه اللي انتم كنتم متوقعينه. مش هيك انه انا اعطي مجال اكثر للسوق واكبر للسوق بهذا الشكل، اعطي مجال اكبر للسوق بهذا الشكل، بقدر يكون عم بعطي، عفوا، بقدر يكون عم بعطي مجال اكبر للسعر ليوصل الى مستويات محدده لارجع انا فكر بمراكز شراء امام مراكز بيع. يعني على سبيل المثال اسعار الذهب، نحن داخلين بمراكز بيع مع وقف خساره تقريبا 1315 1318، هذه المستويات المحدده. وانما اذا في حال انا بدي اكون دقيق جدا، ممكن ارسم خط مقاومه مثل ما عملت سابقا وقلكم 1308 ممنوع يخترقها السوق. هذه معظم المحللين التقنيين او الاشخاص المحللين الماليين اللي بتتابعوهم على فيسبوك وعلى على تليجرام على جميع القنوات، بتلاحظوا انه بيرسم لي خط مقاومه وبقول لي هذا الخط لا يمكن اختراقه، او بيصير عندي سيناريو مختلف. انا لا، عم بقولكم هذه المنطقه اصبحت منطقه اذا بدكم طلب زايد،
وممكن توقع ارتداد السوق منها. فبهذه الحالة وصول أسعار الذهب إلى داخل هذه المنطقة هي فرصة بيع، وقف خسارة هو إغلاق فوق هذه المنطقة اللي ممكن ناخذ منها فرص شراء. هذه فكرة حابب أن أوصلكم إياها كنت ضمن هذه المحاضرة، كرمال تنتقلوا من فكرة خطوط دعم ومقاومة إلى فكرة طبعاً أمور أخرى مثل مناطق دعم عرض وطلب. تمام، هذه أول خطوة حابب أنه مر عليها. Factors of demand اللي هن خلينا نقول عوامل الطلب. ممكن يكون عندي إذا بدكم prices or availability of substitute، ليه ممكن يخف الطلب؟ ليش ممكن يكون عندي منطقة طلب اللي هي على أسعار الذهب على سبيل المثال اللي شفناها أمامنا، هذه المنطقة اللي هي كانت منطقة طلب. تمام، إذا في حال تم اختراقها شو اللي بيكون تغير؟ ممكن يكون تغير كثير عوامل. أول عامل هو substitute أو بديل لهذه العملة أو السلعة المعينة اللي نحن ممكن نكون على طول عم نشهد إذا بدكم مناطق دعم أو مناطق طلب وأسعار تكون مغرية للشراء. طب إذا في حال كانت مغرية للشراء، على خليني أعطيكم مثلا، إذا في حال كان عندي هذا القلم سعره دولار، قلنا إذا في حال انخفض سعره للنص دولار رح يكون مغري للشراء. انخفض للنص دولار، دخلنا بمركز شراء، رجع ارتفع السوق للدولار، تمام، جنينا أرباح، عملنا نص دولار ربح فقط بهذا القلم. بعد شهر زمان رجع السوق عن جديد، أصبح في طلب أو إذا بدك عرض زيادة لهذا القلم، رجع انخفض سعره للنص دولار عن جديد، كمان عن جديد صار سعر مغري للشراء، ودخلت بالنصف دولار بمركز شراء لأرتفع فيه للدولار. بعد شهر تاني كمان نفس الموضوع، بعد شهر ثالث نفس الموضوع. طب أنا كمضارب أو كمستثمر أو كشخص بحاجة لاستعمال هذا القلم، بكل بساطة أصبح رقم نص دولار أصبح هو الرقم المناسب لألي. يعني أنا صرت لما أشوف السعر على الدولار بطلت أتوقع أنه هذا هو سعره الطبيعي، أصبح سعره الطبيعي أو السعر المتوسط هو النص دولار. تمام؟ يعني أنا النص دولار بالمستقبل بعد شهر واثنين وثلاثة، النص دولار ممكن يكون سعره مرتفع، لسير إذا بدكم أنا متحمس أكثر لأدخل بمراكز شراء عن جديد، لازم ينزل سعره لأقل من نص دولار، يعني لـ30 سنت أو لـ20 سنت، صح ولا لا؟ بهذه الحالة نفس الشيء على سوق الفوركس. أوكي؟ نفس الشيء على سوق الفوركس. أستاذ مهدي أهلا وسهلا فيك، رح نتكلم أكيد على العرض والطلب على الدولار الكندي أكيد. بالنسبة لأسعار الذهب، إذا في حال نحن شفنا أمامنا هلأ سعر مغري للشراء على مستوى 1270، رجع السوق انخفض وتلامس 1270 مغري جدا للشراء، ومرة ثالثة أيضا مغري جدا للشراء. طب هلأ برأيكم أنتم إذا في حال سعر الذهب رجع انخفض إلى هذه المنطقة ممكن يكون مغري للشراء؟ لا، أنا بالنسبة لي بطل مغري للشراء. أنا سعر الذهب إذا في حال بدي ارجع اشتريه عن جديد، اتوقع انه اذا في حال انخفض لمستوى ال 1240 رح يكون مغري للشراء. فبصير بدي اسعار اوطى، اسعار افضل، نقاط دخول افضل. عن هيك منطقه الطلب او منطقه اذا بدكم الطلب او الديماند رح تبطل نفسها مع الوقت، لازم تصير اقل او تنزل. تمام؟ هون بنبتدي نحكي او نتكلم بترندز او باتجاهات عامه وبقاعان وكمم اوطى من بعضها البعض. تمام؟ مش هيك اللي عم جرب وصلكم اياه، انه بيسك تكنيكال اناليسيس او التحاليل التقنيه البسيطه بتقول لي انه مناطق العرض والطلب بتتغير مع الوقت، وبكل بساطه ممكن تكون اذا بتكون ثابته لبعض الوقت. يعني انا عندي استراتيجيه تداول حابب انه اتكلم عليها بهذه الجلسه. استراتيجيه التداول شو بتقول لي؟ شو في حال انا على رسم بياني الشهري، على سبيل المثال على رسم بيان شهري، حابب ان اعرض منطقه عرض او طلب على اسعار الذهب. راح اعطيكم مثلا شو بنعمل. نضغط على insert shapes ellipse، كنا تكلمنا عليها، نوصل اخر قاع مع اخر قمه. تمام،
عفوا، اخر قاع او اول قاع تم تسجيله عندي مع القاع اللي هلا طبعا نحن عم نتلامس معه. بهذه الحاله دخلنا منطقه طلب لاسعار الذهب، تمام؟ في شيء ما يقال، هذه منطقه طلب. هلا لما اضغط رايت كليك، بعد ما ضغط عليها بضغط رايت كليك على البروبرتيز، بدخل على اعدادات هذه المنطقه، وبدخل على فيجواليزيشن اللي هي ثالث كبسي، ومنشيل كبسي شو اون اول تايم فريمز، ومندخلها فقط على الرسم بياني اللي نحن شايفينه اللي هو على المونثلي تشارت. نضغط على المونثلي ونضغط اوكي. بهذه الحاله شو بنكون عملنا؟ انتم معي متابعيني؟ بهذه الحاله بنكون حددنا منطقه طلب على رسم بيان الشهر. اذا بدخل على الاسبوعي ما بتبين، شايفينها؟ لانه انا دخلت على الاسبوعي ما بتبين امامي. اذا بضغط على رسم بيان الشهري بتبين امامي المنطقه، تمام؟ شوفوا شو عم فكر. على رسم بياني اليومي او الاسبوعي رح دخل ايضا منطقه اللي هي منطقه مهمه جدا للطلب. كل ما يوصل سعر الذهب الى مستويات 1336 1200 1339 خلينا نقول، هذه المنطقه فورا عم نشهد ارتداد منها من سعر الذهب او من سعر اونصه الذهب. هذه منطقه طلب، يعني سعر بطل مغري للشراء، عم نرجع نشهد بعض التراجع والعكس صحيح. نضغط دبل كليك عليها رايت كليك، ندخل على اعدادات هذه المنطقه الصفراء، وبنحدد هذه التايم فريم او رسم بين، هو رسم بين اسبوعي. نضغط على شو اون اول تايم فريمز، بنشيلها وبنضغط على اسبوعي، تمام؟ ساعتها اذا بنضغط على رسم بين اليومي ما بنشوف انه ممكن يكون عندي، اذا بدكم هذا الـ 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 اذا بدكم الشيب او النمط اللي دخلناه، تمام؟ على رسم بين اليومي ما عندي شيء، لا اللون الاصفر ولا اللون الثاني اللي دخلني. على رسم بين الاسبوعي مبين الاصفر امامي، على رسم بين الشهري مبين اللون الاخر طبعا او المنطقه الاخرى. فبهذه الحاله انا اذا بحفظ هذه المناطق على الرسم بياني او على البلاتفورم او منصه التداول تبعي، بقدر هذه المنطقه امتد فيها مع الوقت، بصير عندي خطه على المدى الوسط للطويل. شو يعني؟ يعني إذا في حال أنا على رسم بين الأربع ساعات عم بقدر حدد بعض استراتيجيات التداول ومناطق. إذا دخلت على اليومي أو الأسبوعي وشفت إنه عندي وصل الذهب إلى منطقة مهمة جدا ممكن أدخل فيها بمراكز بيع، ساعتها بدخل بمراكز بيع. إذا في حال أنا ماني منتبه، وصل السعر الذهب، انخفض سعر الذهب وتلامس مستويات الـ 1240 أو 1200 على سبيل المثال، بدخل على رسم بيان الشهري، اوف بشوف انه اسعار الذهب هلا وصلت الى مستويات مهمه جدا للشراء. ساعتها انا لما اتنقل من رسم بياني شهري واسبوعي ويومي وبكون محفظ هذه المناطق المهمه جدا والمغريه للشراء والبيع، بقدر انا ادخل بفرص شراء وبيع. بكون انا ما ببالي لانه بكون ما متابع رسم بياني شهري على طول، وانما بمر على رسم بيان الشهري من فترة زمنية لأخرى. على رسم بيان اليومي ممكن ندخل منطقة عرض أو طلب بشكل آخر، على سبيل المثال على أسعار الذهب. هلأ بعدنا أخذين أسعار الذهب، بوصل القاعان مع بعضها البعض كمان بنفس الطريقة، عفوا، أوكي، بهذه الطريقة. هلأ أصبح عندي مستويات مغريه او مناطق طلب لاسعار الذهب، ومنلاحظ على رسم بين اليومي بنضغط عليها مرتين، ندخل على اعدادات هذه المنطقه، بنشيل شو اون تايم فريمز، بنضغطها فقط على اليومي. ساعتها انا السوق هو عم بيتحرك، بعرف اذا كان على رسم بين اليومي او الاسبوعي او الشهري، عم نلاحظ او عم نتابع السوق اذا عم يوصل الى مناطق دعم او مناطق مقاومة. واضحة هذه النقطة؟ اوكي، واضحة هذه النقطة؟ هذه النقطة بالنسبة لي مهمة جدا لأنه أنا بكون عم تابع السوق. ساعتها أنا لما حلل أسعار الذهب فورا بضغط على رسم بين الشهري
او الاسبوعي او اليومي، بشوف اذا اسعار الذهب عم تتداول باماكن حساسه بقدر اعرضها على زميلي. اذا زميلي سالني شو رايك باسعار الذهب وشفت ان الذهب تلامس مع مستوى مهم جدا على رسم بيان اليومي، بقدر انصحه. على رسم بيان الـ4 ساعات ممكن ايضا حدد منطقه اللي هي منطقه اخرى بخطوط الدعم والمقاومه بهذا الشكل شيبس اليبس، او حتى تشانلز ممكن ندخل تشانلز، ولكن خلينا هلا بالشيبس كرمال تكون واضحه اكثر بهذا الشكل. اوكي بهذا الشكل. عم جرب انه اعدل الامور لتكون واضحه للجميع. عظيم. هذه المنطقه هي منطقه على 4 ساعات انا بقدر احددها، واول ما يتم اختراقها من السوق بقدر انا احدد مستويات مهمه جدا للدعم والمقاومه. اوكي عم بقدر احددها انا وياكم على اسعار الذهب، وخلينا طبعا نخليها اوكي. ممكن يكون عندي هذا الشكل. اوكي عم نصغر المنطقة شوي لتكون واضحة. تمام، حددت هذه المناطق، بترك السوق ياخذ مجري، بترك السوق يتداول لحاله، ما بتحمس على نقاط دخول وخروج باستعمال استراتيجيات اخرى مثل فيبوناتشي الى اخره، لانه الاشخاص اللي بيلتزموا وبيعشقوا العرض والطلب ما بيتداولوا بشكل اخر. ما راح اقول لك انه انا المستثمر او المضارب اللي فقط بتداول على العرض، ولكن مش خطا انك يكون عندك معلومات عامه عنه. فبهذه الحاله اصبح انا عندي بضغط على رسم بين الـ4 ساعات، بضغط على بدخل على الاعدادات، بدخل او بضغط على الاتش 4، وكذلك الامر ايضا كذلك الامر على خط المقاومه او منطقه المقاومه اتش 4. اوكي اصبح عندي اعدادات الـ4 ساعات داخله بهذه المنطقه، حددت هذه المنطقه. اختراق لخط المقاومه او اغلاق فوقه بيعني مراكز شراء، اغلاق تحت هذه المنطقه مراكز بيع. رسم بين اليومي اصبح عندي منطقه اخرى، رسم بين اسبوعي منطقه اخرى، رسم بين شهري منطقه اخرى. فبهذه الحاله حددت جميع المستويات اللي ممكن تكون مهمه من هلا للمستقبل على كل التايم فريمز، على كل الازواج الاخرى مثل اليوريان على سبيل المثال. اليوريان داخلين بهذه المنطقه ممكن نقدر نستفيد منها على رسم بين هلا بالوقت الحالي. انا كيف ممكن اعرف اذا اليوريان على الاسعار الحاليه او المستويات الحاليه، كيف ممكن اعرف اذا وصل الى مستويات مهمه جدا او مغريه جدا، او خلينا نقول ممكن يكون عندي مناطق بيع وشراء؟ بكل بساطه ممكن ارجع بالتاريخ لورا، اعمل زوم اوت لورا، رح فرجيكم شغله مهمه. بضغط على انسرت شيبس ريكتانجل او اليبس او حيلا نمط، بقدر اوصل القمم مع بعضها البعض. تمام، ولو حتى انه الرسم البياني رح يكون شوي صغير بطل واضح. تمام، ولو حتى رح يكون بطل واضح. اوكي عظيم. شفتوا هذه المنطقه الصفر على اليوريان؟ عم بتلاحظوا هذه المنطقه على اليوريان؟ بكل بساطه اصبح عندي خطوط دعم وارتفاع. هذه المنطقة اللي حددناها منطقة الارتفاع تم اختراقها، إعادة امتحان تكملة اتجاه الهابط. وقف السعر على هذه المنطقة، هلا يوريان وقف على هذه المنطقة. طب ليش وقف على هذه المنطقة؟ لأنه عندي منطقة طلب كانت بالسابق عرض اللي هي هذه المناطق. تمام؟ ساعتها أنا بقدر حدد لحالي أنا والرسم البياني، مش ضروري اني ادخل على قناه التليجرام او فيسبوك او اسمع محلل او الى اخره. بقدر انا لحالي اذا بقدر ارسم او اصفن على الرسم البياني واقدر احدد مناطق دعم ومقاومه او مناطق مقاومه خلينا نقول، واقدر احدد لها منطقه، بقدر انا اعرف وين ممكن احدد التيك بروفيت او تحديد الربح. افضل شيء بالتداول او بسوق التداول يا جماعه انك تقدر تعرف الهدف. ممكن اقول لك انا اسعار الذهب رح تنخفض، ولكن لوين؟ وين هدفك؟ هذا هو الأهم. ساعتها أنك تحدد المناطق المنتظرة
من خلال مناطق الدعم والطلب او العرض والطلب او الدعم والمقاومه ممكن تحدد تيك بروفيت 1 تيك بروفيت 2 تيك بروفيت 3. فاذا انت عندك عقدين او ثلاثه مراكز بيع باليوروين على اول منطقه طلب ممكن تغلق اول عقد او عقدين، تترك عقد واحد ممكن تاخذ تيك بروفيت 1 تنتظر ارتداد ترجع تدخل بمركز بيع ترجع تنتظر انخفاض الى مناطق اخرى. فبهذه الحاله تحديد هذه المناطق راح تفيدنا بالعرض والطلب او بالتيك بروفيت او اوقاف الخساره حتى. عظيم. خلينا ندخل على رسم بياني اخر. شوفوا اليورو نيوزيلندي قبل ما يدخل. استاذ مهدي بعدك معنا؟ استاذ مهدي انا تاخرت عليك على اليو اس دي كاد، لا تؤاخذني طبعا رح مر هلا على اليو اس دي كاد، ولكن قبل حابب اعطيكم مثل مهم جدا على اليورو نيوزيلندي. شوفوا اليورو نيوزيلندي شو عنا عليه. هذا الرسم البياني ما في شك انه كثير من المستثمرين ممكن يرسموا خطوط دعم ومقاومه بهذا الشكل، كثير من الاشخاص ممكن يرسموها بشكل اخر، ممكن يوصل الكعان مع بعض البعض او بشكل مختلف بهذا الشكل، ممكن مستثمر اخر يرسمها بهذا الشكل. طب انت كيف ممكن تحدد انه تم اختراق هذه المنطقه؟ اذا في حال عندك خط رفيع امحي هذه الخطوط، ادخل على insert shapes ellipse حدد هذه المناطق. اوكي حدد هذه المناطق. خلينا بس عفوا نرجع ندخل على shapes، معلش خليها تكون شوي اوضح الخبريه. اوكي اوكي عظيم. هذه المنطقة اللي تم تحديدها على اليورو نيوزيلندي هي منطقة مهمة جدا. خلينا احددها انا وياكم. اوكي عظيم. منطقة مهمة جدا، كان السعر عم يوصل لها ويرتد منها بالاتجاه الهابط. هل اذا في حال انا بدي اطول هذه المنطقة، شوف شو عم بيصير معي. يورو نيوزيلاند قمة ارتداد ارتداد مرة ثانية، هذه مرة هيدي مرة، فجأة تم اختراقها. شو بتتوقع؟ إعادة امتحان وتكمل اتجاه صاعد. فبكل بساطة هلا المضاربين المستثمرين ولا الأشخاص اللي متابعين هذا الرسم البياني واللي حاطط هذه المنطقة بالسابق او مسجلها عنده على رسم بين الاتش 4 او الاربع ساعات، متابع اليورو نيوزيلندي هو في انتظار اختراق هذه المنطقه لفرصه استثمار وليتصيد نقطه دخول. تم اختراق هذه المنطقه، يعني فريق الثيران حضر حاله، ابتدى يسيطر على الرسم البياني، ابتدى اليورو يقوى على النيوزيلندي، ننتظر اعاده امتحان وضعف هلا لليورو نيوزيلندي بالمراحل القادمه، ومن ثم تعزيز مراكز الشراء لنقدر نستفيد. هذه فرصه استثمار. طب انا كم مره سالي منتظرها؟ من تقريبا اكثر من ثلاثة او اربع شهور لورا، عارف انه عندي خطوط مقاومه السوق عم يوصلها وما عم يقدر يخترقها، ونفس الشيء بخطوط الدعم. اذا في حال بيضغط على الشيبس وحدد اذا بدكم منطقه مثل هذا الشكل خلينا نقول، وخطوط دعم، تمام؟ كثير واضحة وكثير سهلة انه انا حدد هذه المنطقة، فور اختراق خط الدعم فورا راح اخذ فرصة للدخول بمراكز بيع، تمام؟ هذه بالنسبة لليورو نيوزيلندي ولخبرية او نمط او هيكلية او استراتيجية اعادة الامتحان او الريتست اللي هو شيء مهم جدا عند المضاربين والمستثمرين. اليو اس دي كاد، USD CAD شو عندي على USD CAD؟ USD CAD مستويات مهمة جدا، اتجاه عام صاعد ممكن ناخذها بهذا الشكل، تمام؟ إذا بنضغط على ترند لاين بروبرتيز هل يا ترى ممكن نقدر؟ اوكي عندي هذه المنطقة اللي هي خط دعم ميل على الارتفاع، خليني انقلها إلى مستويات مهمة جدا ونحدد مناطق أخرى للشراء والبيع. اوكي شوفوا كيف نبتدي على رسم بين الأسبوعي او اليومي ونحدد مناطق مهمه. السوق وصل الى هذه المستويات، السوق وصل الى هذه المستويات وارتد منها. هل يا ترى اذا طولنا هذه المستويات
او خدنا بعين الاعتبار انه نحن هلا شوفوا شو عم جرب وصلكم، شوفوا اي فكره. الدولار كندي هلا السعر الحالي اللي عم يتداول بقربه الدولار كاد، اللي هي هذه المنطقه، وهذه المنطقه اللي ما عم بيقدر يخترقها، هل يا ترى هي بالسابق بالفعل كانت خطوط دعم ومقاومه؟ ساعتها خليني اسال نفسي. برجع لورا بعمل زوم اوت لرسم بياني، هذه المنطقه الافقيه باللون الاصفر بطولها لورا. اوكي كثير منيح، شوفوا شو في عندي. هذه المنطقه اللي عم نحددها انا وياكم هي منطقه مهمه جدا للدولار كاد، لانه عندي مره 2 3 4 5 وخلينا نرجع لورا ايضا 6 7، عم بتلاحظ انه هذه المنطقه مهمه جدا. فانا بكل بساطه هلا هذا رسم بياني يومي، بخلي هذه المنطقه بدخل على الاعدادات بخليها على رسم بياني يومي وبنسى انها موجوده، بدخل على رسم بين الاربع ساعات ما عندي اي شيء، تمام. وايضا برجع بحدد مستويات خطوط الدعم والمقاومه بهذا الشكل. اوكي، وايضا بشكل اخر اوكي، هذه المناطق اللي موجوده على زوج الدولار كاد على المدى الوسط للقصير على رسم بين الاربع ساعات. نحن في انتظار اختراق، ما في شك انه الدولار كاد داخل بمنطقه افقيه بامتياز وعلى شكل مثلث اذا بدكم، تمام. ولكن المثلثات اصبحت هلا والتراينجلز والاصناف اللي نحن عم نحددها او الباترنز اصبحت عم بتضيع المستثمر. ليه؟ لان المثلث لها استراتيجية تداول، إلها هيكلية، إلها عدد موجات معينين داخل المثلث لازم ناخذهم بعين الاعتبار ما قبل الاختراق وكيفية توقع الاختراق. فبكل بساطة لما نحدد هذه المنطقة بنسى إنه عندي A B C D E أو 1 2 3 4 5 أو موجات أليوت أو حيلا منطقة، بقدر فقط حدد منطقة بعيوني أنا بس أفقية ميلة على ارتفاع وانخفاض بكل بساطة بهذا الشكل، وننتظر اختراق من ميلة فوق أو اختراق من ميلة تحت كرمال نبتدي بهذا الشكل. فور اختراق الدولار كاد بالاتجاه الهابط بدخل على رسم بين اليومي وبقدر أنا حدد هذه المنطقة على رسم بين اليومي. ليش بينوا هول أمامنا؟ لا ما دخلنا على الأعدادات ودخلناهم فقط على رسم بين الأربع ساعات، مش هيك بينوا معي على رسم بين اليومي، مش هيك على طول بقول لكم أنا إنه نعدلها كرمال تضل مبينة فقط هذه المناطق على رسم بياني فقط اللي بنحدده عليه، تمام؟ هذه المنطقة باللون الأصفر لكن أصبحت عندي منطقة مهمة جدا. على رسم بياني الأسبوعي ممكن حدد منطقة أفقية ميل على ارتفاع وانتظر أيضا الاختراق. اوكي، هذه المنطقة على رسم بياني الاسبوعي حددتها انا وياكم ايضا، بنتظر هذه المنطقة بالفعل ليتم اختراقها كملنا نقدر نوصل الى مستويات مهمة جدا. وصلت القاعان مع بعضها البعض، الدولار كاد عم يتداول فوقها. طب اذا في حال انا داخل بمراكز بيع على زوج الدولار كندي، داخل بمراكز بيع على زوج الدولار كندي على رسم بياني الاربع ساعات لان تم اختراق مستويات مهمة جدا، تمام، وعلى رسم بياني اليومي او الاسبوعي لانه تم اختراق المنطقة الصفراء، وعلى رسم بياني الاسبوعي خليني بس حدد الاعدادات لرسم بياني الاسبوعي. عم تلاحظوا كيف ممكن تدخل من رسم بياني الى اخر، فعلى طول لازم تدخلوا على الاعدادات تحددوا هيدي رسم بياني اسبوعي فقط، تمام. هلا بندخل على رسم بياني الاربع ساعات، اصبحت واضحة على الاربع ساعات عندي هذه المناطق فقط، نحن في انتظار اختراق هذه المناطق. نرجع ندخل على رسم بياني يومي كرمال نشوف منطقة اذا بدكم افقيه بامتياز من الواضح باللون الاصفر لنشوف اذا عندي تيك بروفيت. اذا في حال تم اختراق هذه المنطقه ايضا وكفى الدولار كاد انخفاضه من مستويات ال 133 الى مستويات ال 131 او مستوى ال 130، بندخل على رسم بين الاسبوعي وبنحدد منطقه ايضا ممكن تكون مغريه جدا للخروج من مراكز البيع او لتعزيز مراكز الشراء عن جديد، تمام. هذه هي الفرص اللي حابب اتكلم عليها. خليني ارجع انتقل انا وياكم للباوربوينتس او للسلايدز اللي كنا متابعينهم. اوكي، خلينا نشوف شو عندي. فاكتورز اوف ديماند، اوكي، عم اتكلمنا في البدايه انه الطلب ممكن يخف اذا في حال اصبح عندي
طلب على عملة أخرى أو بديل أو سبستيتيوت، تمام؟ بهذه على سبيل المثال هذه الباوربوينت سلايد كنا أتكلم، لأنه إذا في حال أنا معود أشرب قهوة ستاربكس على طول، ولكن الأسعار بطلت مغرية للشراء، والأسعار اللي عم تتداول فيها قهوة ستاربكس بطلت مغرية لإلي، ممكن لاقي بديل اللي هي دانكن دونتس على سبيل المثال، فممكن يتم اختراق سعر سهم ستاربكس، منطقة مهمة جدا اللي كانت تلقب بمنطقة دعم بالسابق. وهذا بالنسبة للفاكتورز اوف ديماند او الطلب. هون بهذه النقطة مهمة جدا، إذا في حال عندي هون عم بيتكلموا على البينات باتر وعلى مثل ما بسموها نحن بلبنان المربى، ما بعرف إذا بالدول العربية نفس التلقيب، ولكن خلينا ناخذ مثل آخر مثل الفرايز والكاتشب، تمام؟ البطاطا والكاتشب على طول بيتاكلوا سوا. خلينا ناخذ على سبيل المثال هذه البرودكتس، أوكي؟ ونرجع ناخذ مثل على سوق الفوركس على سبيل المثال، مثل عملات رئيسية عندها علاقة إيجابية، اوكي، على سبيل المثال او مثل المؤشرات الامريكيه مثل الاس بي 500 والدولار ين، اوكي، على طول بنعرف انه في عندي علاقه ايجابيه ما بينها، تمام؟ فبهذه الحاله الفاكتورز اوف ديماند او عوارض الطلب على عمله معينه وعند مستويات معينه ممكن تؤدي الى طلب لعمله اخرى، فبهذه الحاله بتكون تعرفه، او ممكن طلب عمله تؤدي الى عرض بعمله اخرى، وهذه هون بحكم العلاقة العكسية بين هول العملتين. يعني إذا مدخل على رسم بياني على سبيل المثال النفط، تمام؟ أنتم بتعرفوا العلاقة العكسية، أو كل الأشخاص اللي بيتابعوني بشكل يومي بالتغطيات المباشرة بيعرفوا أو سامعين إنه في عندي علاقة إذا بدكم عكسية بين الأسعار الدولار الكندي على سبيل المثال والنفط، برميل النفط. فبكل بساطة أنا بعرف إنه منطقة إذا في حال الدولار الكندي وصل إلى مستويات دعم على سبيل المثال لهذه المنطقة الصفراء وعم يتداول قرب مستويات ممكن تكون مغرية للشراء أو مناطق طلب، بهذه الحالة فورا ممكن أنا أفكر بأسعار النفط إنه ممكن تكون وصلت إلى مستويات شو يا جماعة؟ مستويات شو؟ العكس صحيح، مستويات عرض، تمام؟ لأنه عندي علاقة عكسية بين النفط والدولار الكندي مثل الفرايز والكاتشب على سبيل المثال، أوكي؟ ما تاخذوها إنه هي بدنا عملتين، يا إما بيتحركوا بشكل إيجابي يا إما بشكل سلبي، تمام؟ فبكل بساطة أنا أول ما أشوف مناطق دعم للدولار كاد لازم أفكر بمناطق عرض أو مناطق بيع لأسعار النفط. خلينا ناخذ على سبيل المثال الدولار ين والاس بي 500. الدولار ين ايضا وصل الى مستويات مهمه جدا اللي هي مستويات بيع. هذه المنطقه كل ما يوصل لها الدولار ين عم يرجع ينخفض منها، تمام؟ اول ما يوصل او يلمس الدولار ين ثالث للمره الثالثه هذه المنطقه وينخفض ايضا منها، فورا انا بقدر اعرف انه الاس بي 500 او المؤشرات الامريكيه، اوكي، خلينا نشوف اليو اس 500 وينه. اوكي، هذا شايف اليو اس 500 مش واضح امامي على سبيل المثال، او مش بالضروري يو اس 500، اوكي عظيم، هذا اليو اس 500، اوكي، اليو اس 500 تراجع الدولار ين، كمان اتوقع انه اليو اس 500 وصل الى مستويات مهمه جدا وايضا تراجع منها، تمام؟ ليش؟ لانه عندي علاقه ايجابيه بين الدولار ين على سبيل المثال والاس بي 500، عندي علاقه عكسيه بين اسعار النفط والدولار كاد، فبهذه الحاله او اللي كان عم يقدر يوصلنا اياه هذه السلايد انه ممكن يكون عندي كومبلمنتري جودز اذا بدكم اللي هن بينباعوا سويا، اللي هو الطلب بيكون عليهم سويا، وايضا نقاط الدعم لما يوصل للسوق رح يكونوا عم يرتفعوا من نفس النقطه سويا، ولو حتى كل برودكت او كل سلعه او كل عمله عم تتداول على رقم مختلف. الدولار ين على مستوى ال 111.50، الاس بي 500 او المؤشرات الامريكيه على مستوى ال 2890. كل عمله ممكن تكون او عم تتداول او وصلت الى مستويات محدده مختلفه، ولكن لهم علاقه ببعض. هذا الموضوع مهم جدا. Changes in number of buyers. شو يعني؟ يعني حجم التداول اللي كنا عم نتكلم عليه بالسابق يا جماعة. شو يعني حجم التداول؟ يعني نحن قديما كنا نتداول شخص واثنين وثلاثة بسوق الفوركس، صرنا نتداول 1000، صرنا نتداول 2000، صرنا نتداول 50000، 100000 إلى آخره، تمام؟
بالوقت الحالي، لانه هاي ابتديت احكيها، هذه الفكره تكلمت فيها مع بدايه هذه الجلسه، سوق الفوركس اصبح سهل للجميع. ممكن استثمر ب 50 دولار او ب 100 دولار بحيالله شركه ماليه، وطبعا شركات الماليه اصبحت كثيره بوقتنا الحالي، فحجم التداول اصبح ضخم. شو يعني؟ more people more buyers more sales، يعني كل ما يكون في عندي اشخاص زياده راح يكون عندي اشخاص عم بيشتروا او مشتريين زياده او مشتريات، ما بعرف كيف بيلقبوها يعني البايرز، اوكي، او مور سيلز او بيع اكثر. يعني عم نتكلم هون بهذا الشكل، الفاكتورز اوف ديماند، اذا في حال قديما كنا نشهد ارتداد من هذه من هذه النقطه قديما، يعني عم نتكلم بسوق الفوركس خلينا نقول على رسم بين الاسبوعي او الشهري قديما، يعني من سنتين او ثلاثه او اربعه او خمسه، حجم التداول او عدد المتداولين بسوق الفوركس كان اقل بكثير من عدد المتداولين بوقتنا الحالي. فممكن نقاط العرض والطلب تكون عم يرتد السوق منها بشكل سريع، وهذه نقطه مهمه. ليش؟ لانه الفولاتيليتي والتقلبات عم بتزيد، وهذا الشيء صحيح. قبل كنا نشهد انه السوق يوصل الى نقطه دعم ومقاومه يجرب انه يقاومها ما قبل الارتداد، ولكن هلا بنلاحظ انه السوق بيوصل الى نقطه مهمه او نقطه معينه وبيرتد منها فجاه. تمام؟ فبكل بساطه زياده عدد المتداولين بسوق الفوركس هذا بشيء بيؤدي الى مخاطر اكثر وبيؤدي الى فولاتيليتي وتقلبات اكثر. استاذ مهدي، طبعا بعضنا مصرين على انخفاض الدولار الكندي، ما في شك انه السوق بعده خلينا نقول داخل بمراحل للاسف ضخمه جدا افقيه، ولكن هلا طبعا على رسم بين الاربع ساعات سجل نمط احتوائي وسجل مستوى اعلى من الشمعة اللي قبله واغلق تحت افتتاحه، فان شاء الله رح يبتدي بالانخفاض الدولار كاد ورح نعزز مراكز البيع ونبتدي بموجه اندفاعيه مفاجئه ان شاء الله. انا في انتظار هذه الموجة الاندفاعية اللي هي طبعا رح تسجل لي مستويات ال 129 و 128 وحتى اقل على زوج الدولار الكندي. هذه السلايد كنا مرينا عليها. اوكي، changes in taste and preferences، شو يعني؟ يعني كان واحد، يعني السوق عم بيتطور، تمام؟ السوق عم بيتطور، شو ممكن يكون عندي بكل بساطة؟ اوكي استاذ، اوكي، ممكن يوصل الى مستويات ال 135 80 ما قبل الانخفاض، ولكن لا اتوقع بالوقت الحالي ممكن نقدر نستهدف هذه المستويات، وخاصه انه مستويات ال 134 50 او 60 تم لمسها اكثر من مره، وعم نرجع نشهد اذا بدكم ضعف او كعان او كمم او تم بعض البعض. فبهذه الحاله لا اتوقع انه ممكن يكون عندي اذا بدكم بعد ارتفاع للدولار الكندي، ضعف من هذه المستويات متوقعه جدا. بالنسبه للتشينج ان بريفرنسز، قديما كان عندي المارك اصبح يورو، كان عندي طلب على زوج اليورو سي اتش اف او الكروسي اللي هو اليورو مقابل السويسري، من وراء ما حصل الكراش اللي شاهدناه اذا بدكم هيدي بسنه 2000 تقريبا 13 او سنه 2014، كان عندي كراش على الفرنك السويسري، اكيد كلنا سمعنا عنه، كثير من المتداولين او كثير من الاشخاص ابتعدوا عن اليورو سي اتش اف، بطل عنا اذا بدكم يعني هدف او بطل عنا فرص استثمار على زوج او كلاس اليورو سي اتش اف. فبهذه الحاله الاشخاص اللي كانوا يتداولوا على هذا الزوج ابتدوا يتداولوا على ازواج اخرى. فبهذه الحاله البريفرنسز او اذا بدكم الاشخاص اللي بحبوا يتداولوا على عمله معينه، لما العمله المعينه تصير التقلبات فيها مرتفعه وتبطل تحترم نقاط الدعم والمقاومه وتبطل تحترم اذا بدكم المؤشرات اللي بنستعملها، فورا المستثمر او المضارب رح ينتقل الى عمله اخرى، فممكن يخف الطلب كثير على عمله معينه، ليكن بيتكوين على سبيل المثال، العمله الرقميه المشفره ليكن بيتكوين، الطلب زاد بشكل ضخم جدا عليها، ولكن هلا البريفرنسز اختفت، بطل عندي نفس حجم المتداولين. فبهذه الحاله اذا على سبيل المثال كان عندي مستويات مهمه جدا للبيتكوين بهذا الشكل، لا اتوقع انه ممكن بالمراحل القادمه، ولو حتى السوق ممكن يكون وصل له، تمام، هذه المنطقه على
هذه المناطق على البيتكوين. هذه المنطقة كانت نقطة أو منطقة دعم، صح ولا لا؟ من المفترض إذا في حال كانت نقطة دعم، إذا في حال السوق هلا رجع ارتد وارتفع على إلها، من المتوقع أن نرجع نشهد بعض التراجع. ليش؟ لأن هذه منطقة دعم أصبحت مقاومة، وهلا صار عليها طلب وليس عفوا عرض وليس طلب. والعكس صحيح، كان عندي هون قمم مقاومة، كل ما يرتفع السوق إلى هذه المستويات عم بيزيد العرض عليها، وطبعا عم بخف الطلب وعم ينخفض السعر. فبكل بساطة هلا، ولأنه خف حجم التداول وهذا شيء مهم جدا، لا أتوقع أنه بالمستقبل إذا في حال ارتفع البيتكوين لزيارة هذه المستويات عن جديد ممكن أنه يحترمها. أنا أتوقع ممكن يخترقها، تمام؟ ليش؟ لأنه الفوليوم أو حجم التداول خف كتير عن البيتكوين أو العملة الرقمية المشفرة، فممكن عرض والطلب يبتدئ إذا بدكم يزول مع الوقت. هذه أيضا نقطة وفكرة مهمة جدا. Factors of supply، أو كمان مثل ما تكلمنا عن الطلب في بداية هذه الجلسة، العرض كمان when production costs go up، يعني لما الكلفة تبع إذا بدكم التصنيع بترتفع، تمام؟ مش بس على هون عم فينا نتكلم على المعادن والسلع، مش ضروري على العملات. يعني اسعار النفط بيقولوا لنا سعر استخراج النفط، سعر اعاده تصنيع الذهب المعدن الاصفر. انتم بتعرفوا انه هلا مانيفاكتشرنج او الصناعه هي اهم شيء بالنسبه لاسعار الذهب. بتطلع عم نستخرج ذهب من استراليا او من المناجم، ولكن هلا اكثر عندي صناعه او مانيفاكتشرنج عم بذوبوا الذهب واعاده تصنيعه عن جديد. ف when production او cost، يعني لما سعر الصناعه يرتفع، السبلاي جوز داون. شو يعني سبلاي؟ يعني العرض بيقل. ساعتها هون لما العرض يقل، ساعتها ممكن انه الطلب يزيد. ليش؟ لانه لما العرض يقل يعني الاسعار رح تنخفض، ساعتها الطلب بيرجع بيتدخل وبيرجع بيرفع السعر. فطبعا بكل بساطه كلهم لهم علاقه ببعضهم البعض، ولكن نحن هون عم نجرب ننقل كل الامور لسوق الفوركس كرمال يكون بشكل اوضح، عم نقدر نستفيد من نقاط دخول وخروج، اوكي؟ ولكن انا ما في شك انه عرض وطلب حب انه مر عليها كل بشكل عام كرمال تاخذوا فكره عنها، اوكي؟ انا بالنسبه لي كنت انتهت يعني هذه الباوربوينت، وانا بالنسبه للسوق اذا حابين انه نمر على معظم اذا بدكم العملات الرئيسيه الاخرى، انا ما عندي اي مشكل، طبعا موجود للخدمه، وممكن انه ترجعوا تسالوني او تستفسروا عن اي شيء ممكن تكونوا حابين انه تستفسروا عليه، تمام؟ بالنسبه لهذه الجلسه، اذا عندكم اي اسئله انا مستعد انه جاوب عليها بالوقت الحالي، اوكي؟ استاذ مهدي، يس، يوم فك رابط الفرنك باليورو، صح؟ لما المصرف المركزي طبعا فك العلاقه بين اليورو والفرنك السويسري لانه كانوا مرتبطين ببعضهم البعض. اوكي، عظيم. اذا حدا عنده اي استفسار او اي سؤال انا موجود للخدمه بالوقت الحالي. طبعا هذه الجلسه مسجله لكل الاشخاص اللي دخلوا بوقت متاخر، هذه الجلسه رح تكون مسجله ورح نرجع طبعا نعملها شير على صفحة تكمل العربية على فيسبوك، وأيضا على صفحة يوتيوب لتكمل العربية، وأيضا على طبعا قناة تليجرام وإلى آخره، وكل السوشيال ميديا اللي نحن بنكون أكتب عليها من شركة تكمل مباشرة. وطبعا بهذه الجلسات يعني على طول نحن بنفضل أن نكون عم نشرح ليس استراتيجية تداول أكثر من الأمور عامة عن سوق الفوركس، لأنه طبعا نحن بشكل يومي على صفحة تكمل العربية على فيسبوك عنا الجلسات اليومية، اللي هي إن كان الجلسة الصباحية أو جلسة بعد الظهر، هنا بتكون جلسة تعليمية ونمر فيها على معظم الأزواج والعمليات الرئيسية. إن كان معظم الأشخاص اللي عم يتابعونا هلأ بالوقت الحالي طبعا ما عندهم فكرة، ممكن أن يتابعونا بجلسة الصباحية تقريبا بتكون الساعة 11 أو 12 بتوقيت السعودية، وأيضا جلسة بعد الظهر تقريبا بحدود الساعة 4 أو 5 بتوقيت السعودية. أنا بتشكر وجودكم ومتابعتكم لإلي بهذه الجلسة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. إذا عندكم أي أسئلة طبعا أنا موجود للخدمة، ما تترددوا، أوكي، وتسألوني بالوقت الحالي. وإذا طبعا أيضا أنت شعر أوكي أورايت استاذ مهدي، اوكي، في كثير مواضيع استاذ مهدي انت عم تتطرق لها مهم جدا، اللي هو طبعا القطاع الصيني وعم ارتفاع الذهب معه وهول الامور، وايضا يعني في كثير امور، طبعا الامور او المواضيع ما بتخلص،
يعني يا ريت عندي النهار باكمل انه شوي صغيره ممتد، ولكن انا بوعدكم بجلسات القادمه او بالايام المقبله طبعا رح يكون عندي جلسات ويبيناريت طبعا ايضا زياده عن اللي عم نعملها، وبشكل اذا بدكم خلينا نقول متتالي اكثر او متكرر، يعني يوم ايه يوم لا لازم يكون عندنا ويبينار بهذا الشكل. انا بتشكر وجودكم ودعمكم لنا بشكل يومي. قناه التليجرام، في احد سالني عن قناه التليجرام، قناة التليجرام او اللينك خليها هي موجودة على فيسبوك، ولكن رح اعمل شير هلا لقناة التليجرام اوكي على على صفحة تكمل العربية على فيسبوك، كرمال لكل الاشخاص اللي ما عندهم قناة التليجرام اللي تابعة على تكمل العربية يدخلوا على فيسبوك وطبعا يقدروا يضغطوا وياخذوا اللينك تاب على تليجرام، لانه بالوقت الحالي مش قادر انه اخذ الرابط واكتبه بالكومنت اوكي. لكن انا رح انهي هذه الجلسه، كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جزاف ظهريه من شركه الفيلم، مباشره الى اللقاء.